ونصف نهائي، كيف حيكون شكل المباراة؟ شوف، لابد إذا حبينا نقدم للنصر تحديدا في هذه المباراة نقول مع كل الحب والتقدير والاحترام لكل الثلاث أطراف الواصلين إلى نصف نهائي، النصر لن يجد ظروف مناسبة أوكي وطريق إذا بناخذها على الورق أشبه ما يكون مفروش بالورود ليتوج ويلامس هذا الإنجاز العظيم والإنجاز الكبير جدا كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين مثل هذا الموسم. اليوم لما تتحدث عن نصف نهائي، الهلال أوت، الأهلي أوت، الشباب أوت، الاتحاد أوت، يعني كل الكبار غير موجودين، فمعنى هذا أن النصر لن يجد طريق ممهد بالورود يقول له بس ينتظر ساعة الصفر ليلامس مسلي وهذا الرئيس الجديد ورفقائه هذا الكأس. إذا جينا نتحدث عن النصر، النصر اليوم منتشي وبقوة يا أبو شديد. ليش منتشي؟ أولا بإدارة جديدة، وإدارة وجدت تأييد يمكن غير مسبوق أبدا 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 من كافة الأطراف ذو العلاقة في النادي، الجماهيرية والإعلامية والشرفية، وأنا قلتها وعيدها وزيدها، لم يجد النصر التفاف شرفي منذ أكثر من 30 عام كإعلامي معاصر لهذه المرحلة بما فيها مرحلة عبد الرحمن بن سعود، وهذا كلام أكرره، زي ما صار بقيادة طبعا رمز كبير اسمه وداعم من الدرجة الأولى اسمه الأمير خالد بن فهد. إجمالا مسلي محظوظ وسيء حظ، محظوظ لأنه حيلعب نصف نهائي، إن جاء إن وصل إلى النهائي فستكون دفعة قوية لبدايته، وإن خسر فستكون مؤشر. وأنا ماني مع الزميل والمعلم والكابتن الأستاذ أحمد أبو صبيح اللي يقول لك عليهم أن لا يقيسوا أداء مسلي بالنتائج. شوف عندنا في السعودية هنا والله لو تسوي أفضل تنظيم مالي وإداري وشيء وتفتح أكاديميات وتسوي شغل على أعلى مستوى، إذا ما في كاس ما في بطولة شغلك خرطي، تعرف ولا ما تعرف؟ باختصار شديد، إجمالا النصر فريق متأرجح أوكي، فيه مرات كثيرة يكون يحسس كنا فريق من الممكن أن يأكل الرطب واليابس، ويمر عليه مرات كثيرة يكون نايم. أتكلم أنا من ناحية الأداء الفني والنتائج، لكن إجمالا الخوف على النصر من إيش؟ أنا أتحدث على مستوى تاريخ، أنه ظل النصر في محطات كثيرة يشكل الفيصلي بالنسبة له عقدة. وبعطيك استشهاد واحد فقط ومهم جدا، في سنة من السنوات كان صديقي ورفيق دربي الأمير فيصل بن عبد الرحمن الرئيس الذهبي الله يذكره بالخير رئيس، ودى الفريق إلى برشلونة لإعداد لموسم جديد، صرف على الفريق خلنا نقول مبلغ يفوق المليون ريال، رجع الفريق كان الأمير وليد بن بدر الله يذكره بالخير واللي قاد يعني حراك قوي في المرحلة الماضية مع أعضاء شرف النصر كان نائب، ويوسف خميس ما أعرف هل هو كان هو المدرب أو مساعد في الجهاز الفني أوكي. وقتها كنا أنا والأمير فيصل بن عبد الرحمن وماجد عبد الله كنا في مصر، خسروا من الفيصل كم؟ 4. وش اللي صار؟ اتصل وهم راجعين من الحرمة، اتصل الأمير وليد بن بدر الله يذكره بالخير على الأمير فيصل بن عبد الرحمن قال بننسق مين؟ 9 لعيبة، يعني أنت وديتهم البرشلونة، وديتهم البرشلونة وصرفت عليهم مبلغ يفوق المليون ريال، ومن كانوا جيل 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 بالنسبة للنصر حقق أمجاد، تتكلم عن إبراهيم ماطر، محسن الحارثي، أحمد نصيب وكذا. اتخذ يوسف خميس وقتها، قلت لك ما أدري هل هو كان مدرب الأساسي ولا مساعد مدرب، ما علم أمير وليد بن بدر وهم راجعين من حرمة إلى الرياض، وكلموا الأمير فيصل بن عبد الرحمن وبارك الخطوة ونسقوا. لذلك الفيصلي خطير مع النصر، قرار فني طبعا وقتها تتكلم إيه يوسف خميس هو نظرته هذول خلاص ما عاد يصلحون.